مرحبا. طقس خريفي دافئ عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع حراره مرتفعه فوق معدلاتها السنويه نهارا ومنخفضه نسبيا خلال الليل، مع رياح حامله غبار ناشطه نسبيا بالمناطق الشماليه عم بتؤدي الى سوء رؤيه على الجبال. البحر متوسط الموج حراره 121، واليوم طقسنا دافئ مع استقرار بدرجات الحراره ونسبه رطوبه منخفضه ورياح ناشطه حامله غبار عم بتؤدي الى رؤيه سيئه على الجبال. نبقى هلا بجوله على درجات الحراره. رح تسجل الليلة على الساحل 19، على المرتفعات 10، بالبقاع 9 والأرس 5، وجولة أخرى على درجات الحرارة رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 23 بسرار و24 أبي سمرة، 13 النوبين و15 العقورة. ننتقل إلى فقرة 13 وعوكر 22، بعبدة 24، أرز الشوف 17، وجباع 21. الرطوبة بتتراوح بين 35 و 70%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 19 24، الجمعة 20 25 مثل السبت. وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 22، تونس 12، طرابلس 14، وروما 10. هيدا كان كل شيء. باي.